السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد. اليوم غنديروا واحد الجوله ولا واحد الدوره ولا واحد التركيله في مارينا، داخل ديال مارينا. قبل ما ندخلوا لداخل غادي تشوفوا هادو اللي مورايا، وغنديروا شي تبحيره نهبطوا لتحت نشوفوا واش كاين تحت ونتبقى منا نتبحروا. يلا مرحبا، يلا نهبطوا لتحت. اوبلا يلا. حرش شوية مكشكش. صراحة هاد البلاصة زوينة، هاد المنظر هذا، يا سلام يا سلام. صوت الأمواج ترحب بي، فقالت لي العود أحمد وليس العود. مارينا الحاجة اللي كاينة هنا بزاف ندير ليهم سيكوريتي بزاف، ولكن حيت بنادم مخلص رزقه ضروري ما يديروا ليه سيكوريتي. من الداخل من هنا، ولكن ما كيخلوش بنادم يدخل، كيدخلوا غير صحابهم صحاب الاقامات، يعني ممنوع انك تدخل هنايا. بلانا الخوت هنايا ممر الراجلين او الكورني صغير ولا شي حاجه، كاين هنا من هاد الاقامات كتمشي هنا، كتمشي للمارينا الداخل فين كاين مرجان، فين كاين اللي بغى يدير شوبينغ ولا بغى يدير شي حاجه هنايا هو هنا. ومن مورايا كاين الاقامات هنا. خوت طنطني الشمس، يلا نمشيو ندخلوا لداخل. الخوت دابا غندخلو نديرو شي دورة خفيفة ظريفة لداخل في مارينا شومبينغ. مارينا شوبينغ كاين شي كلمات مكيبغيوش يتجبدو، بزز باش كيتجبدو. ندخلو نديرو واحد الجولة خفيفة ظريفة.
انا كملت وخرجت وساليت، ولكن بغيت نعاود لكم واحد البلان طرا لي لداخل، انني شحال من سيكوريتي منعني ما خلانيش نصور. كيقول لك ممنوع ممنوع، عاوتاني علاش؟ والله ما عرفتش علاش. كتصور غير الحيوطه، وكتصور شي حاجه اللي ما فيهاش شي حاجه اللي سيكوريتي بزاف كيخليك انك كي منعوها. علاش؟ والله ما عرفتش علاش. اللي حدا البحر واحد ما كيهضر معاك، ولكن هنا الداخل شحال من واحد من عينيه كيقول لك حيد ما تصورش حيد ما تصورش. ولكن اضطريت انني نصور، ولكن صورت غير بالتخبيه. كتبقى حاضيها وتحاضيها باش تصور، ولكن ماشي مشكل على قبل المشاهدين. الدنيا هانيه، نصورو ونزيدو نصورو، واخا الشمس قبعتنا ولكن ماشي مشكل. زوينه هاد الكلمه ديال قبعتنا، ملي دبرت عليها الله اعلم. واحد البلان النفق يمكن وقع قريب مثالي. خوت بغيت نقول لكم واحد الكلمه، كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير اللي كديروا. هذا اللي كيخليني انني نزيد نكمل، وغادي نكمل ان شاء الله، وغادي مازال شي فيديوهات لقدام مازال غادي نديرهم. وما تنساوش واحد الحاجه، انك اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي ما فعلش مشترك وما فعلش الجرس يفعل الجرس. وما تنساوش لي جيم، لان الجيم كتطلع القناه وكتطلع الفيديو اللي كيشوفوه بزاف الناس. يلا نخلي لكم الراحه والصحه ان شاء الله. بيس ليكم.